السادة المشاهدين، أهلا بكم. بنستكمل حلقات مهمة جدا مع سيادة المستشار أحمد عبده ماهر عن الفقهاء وأخطائهم اللي وقعوا فيها، وعن المرويات والأحاديث اللي كان فيها برضو تجاوزات كثيرة وكانت تلبي طموحات الخلفاء ولا تعبر عن حقيقة الإسلام. نبدأ مع سيادة المستشار وبرضو لو في نقاش نناقش معاه في نهاية الحلقة. تفضل سيادة المستشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وإخواني. بداية أقول مقدمة لكلامي، المسألة ليست مسألة من تخرج بشهادة من مجمع فقهي يكون أفضل فهما للدين ممن لم يتخرج من مجمع فقهي. يعني أنا مثلا متخرج بكلية الحربية ومتخرج بكلية الحقوق، فهل يا ترى ينفع أن أنا أفهم أكتر من شيخ اتخرج من يعني مجمع فقهي؟ الحقيقة المسألة مسألة تدبر. الحقيقة إنه مسألة مش مسألة محفوظات، يعني مش منهج ومقرر وبتنجح ويبقى كده أنت بتفهم. لا، ما بتفهمش ومش متدين كمان. وكل اللي بنقوله أي عقل في الدنيا يستوعبه. احنا كل اللي احنا طالبينه منك انك تدينا بعض الانتباه مش بعض العواطف. ما تتعاطفش معايا وبرضه ما تتعاطفش مع الشيخ، اتعاطف مع اللي يقولوا لك عقلك. هل انا بتكلم منطقي وعقلاني ولا لا؟ هل الدين لا عقلانية فيه ولا لا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل لا عقلانية في الدين ولا هناك عقلانية في الدين؟ بس هنبتدي دلوقتي نتكلم في حديث يملأ كل كتب الصحاح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى فكرة دي طلعوا منها موضوع اسمه ختام الأعمال، وتلاقيهم في الأفلام لما يجيبوا الرجل الصالح وهو بيموت كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ويموت. فأنت يصعب عليك أوي وانت قاعد في البلكون ولا في اللوج ولا في الصالة في السينما، يصعب. يا سلام، راجل مؤمن قوي. ليه؟ خلاص كلنا اعتبرنا انه في حاجة اسمها ختام الاعمال، اكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ابدا ابدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ابدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وآيات أخرى طبعا كثيرة. هم بس يقول لك ختام الأعمال. طيب حديث بقى من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، مكتوب بصيغ كثيرة وفي مناسبات عديدة. يعني مثلا من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قام سيدنا أبو ذر سأل الرسول وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي ذر. ومش كده وبس، اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. ده برضه حديث ثالث. إذن هذا الحديث متواتر وفي أكثر من كتب الصحاح وبأكثر من معنى وكلها أحاديث صحيحة. طب قول لي بالله عليك، عشماوي اللي هو بيشنق المساجين اللي محكوم عليهم بالإعدام، بيقول للمجرم إيه؟ بيقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يوم يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص يبقى المجرم دخل الجنة. ليه؟ لأنه آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ده عته فكري واضمحلال إدراكي لفهم معنى الحسنة والسيئة، لفهم معنى الحساب، لفهم معنى الميزان، لفهم معنى الصراط المستقيم، لفهم الدين كله. المسألة مش مقولة طائشة ولا مقولة مدركة انت بتدركها تقولها مرة، ما ينفعش. يعني انا مثلا عايش
50 سنة، عندي سن 30 سنة، 40 سنة، 70 سنة، 100 سنة، وقلت لا إله إلا الله عشان قلتها مرة موقنا بيها قلبي خلاص هخش الجنة، عشان قلتها آخر حاجة في الدنيا هخش الجنة آخر قبل ما أموت يبقى هخش الجنة. ده اسمه العته الفقهي والعته الإدراكي اللي بيزرعه السادة الفقهاء في الناس علشان يدغدغوا عواطفهم لحب الإسلام وتموت في دباديب الإسلام. مش معنى كده ان انا مش مسلم عشان برضو يعني اوعى الشيطان يشوش لك في دماغك او في ودنك ويقول لك ده كده بقى بيكره الإسلام. الإسلام إيمان وعمل، لذلك ربنا دائما في القرآن يقول الذين آمنوا وعاملوا الصالحات قد أفلح المؤمنون. من هم اللي قالوا لا إله إلا الله؟ قال لك لا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء، خلي بالك بقى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شفت ازاي؟ تقول لي لا إله إلا الله، والله العظيم هذه مسخرة، والله هذه مسخرة بيقيمها السادة الفقهاء في دين الله علشان خاطر يدغدغوا بها العواطف ويقربوا بها القلوب للإسلام. وأصلا الإسلام بيقول إنك هتتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. الإسلام بيقول إنه في رسل لله بتكتب كل حاجة خير أو شر. بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما واحد استلم كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه. مش ده بيقول كده؟ طب واللي أوتي كتابه بيمينه، دي الآية قبلها على فكرة بقى، أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يقول إيه؟ يقول ها أم اقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق حسابها فهو في عيشة راضية. قالها وهو مبسوط أو كده ليه؟ علشان كان كل في كتب، في رسل بتكتب الأعمال ما تنسهاش. ما ينفعش تقول لي إن أنت من قال لا إله إلا الله في آخر حياته ولا موقنا بها قلبه ولا مش عارف وإن زنى وإن سرق يخش الجنة. جنة إيه دي اللي خشها؟ الله. يعني اذا احنا امام هلوسة فقهية بيعتمدها الفقهاء وبتاخدها حضرتك وتعتبر ان الفقيه ده ما فيش حد بيفهم اكتر منه، وبناء عليه تبقى بتعتقد هذا فتهلك يوم الدين، تهلك يوم الدين. وزي ما كنا قلنا في حلقات سابقة أن الصراط المستقيم مهواش جسر على جهنم. الصراط المستقيم هو القرآن الكريم. الصراط المستقيم هو استقامتك في الحياة، وإلا ما يبقاش فيه هدنا الصراط المستقيم. طيب دلوقتي إيه؟ يا سيادة المستشار، يعني مثلا على سبيل المثال اليهود شايفين أن هم شعب الله المختار، والمسيحيين برضو شايفين أن هم بس اللي هيخشوا الملكوت، والمسلمين بيستندوا إلى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبيستندوا الأحاديث دي ان هم بدل قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه، وفي حاجه اسمها الشفاعه، يعني حتى بقى القتله والسرقه والزنا والمعرفش ايه الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع لهم، يبقى المسلمين الاول يخشوا الجنه. ده غير بقى الكلام اللي انت قلته قبل كده ان هو يتاخد سيئاته ويتحطوا على المسيحيين وعلى اليهود والحاجات زي كده. فنقول لهم ايه الناس دي؟ والله يا فندم كل واحد هيتحاسب، وربنا قال بالنسبه لليهود والنصارى والمسلمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وحضرتك لما بتعرض هذا الدين، الدين الإسلامي الحالي، على المسيحي وما بيرضاش يسلم، عنده 10,000 حق، مش 1,000 واحد. ليه؟ أصل هو عنده دين بيقول الله محبة، دين بيقول أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، وانت عندك دين بيقول امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماء واني رسول الله، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. عندك دين بيقول من بدل دينه فاقتلوه،
عندك دين بيقول ان الانسان ناقصات عقله دين، يقول لك لا انا مش هخش الدين ده، يبقى عنده حق. نيجي بقى اللي عنده حق ده، نيجي بقى اللي عنده حق ده، طب انت خدت الانجيل قبلة ليك واعتقدت في الانجيل، يخش الجنة؟ ايوه يخش الجنة. ليه؟ هل الرسول هيشفع للمؤمنين او المسلمين ام من امته حتى الزنا والعصاة؟ يا فندم الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، واللي بيشفعوا بالإنابة بيشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ربنا هو اللي بيقول ده يتشفع له ولا ما يتشفعلوش. ليه؟ لأنه لله الشفاعة جميعا. يبقى إذن أنا لازم أخذ كل آياته ربنا سبحانه حسبنا بقدر أعمالنا وبعدلة تامة. فربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير برضو، يعني هل اليهود هم شعب الله المختار؟ ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين واني فضلتكم على العالمين، قالها على اليهود. انما هل صانوا هذه النعمه ولا ما صانوهاش؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون، بس هل معنى هذا موجب للجنه؟ لا طبعا. ولا ان هم شعب الله المختار ده موجب الجنه؟ لا طبعا. الاعمال هي التي توجب لك ذات اليمين او ذات الشمال. يبقى اذا لابد ان كل واحد فينا يعرف، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اما الشفاعه فهي ما هياش عاطل فباطل للي يسوى واللي ما يسواش. الشفاعه لمن ارتضى الله بس، اللي هو ايه؟ اللي هو بقى دي بقى المغفره. ربنا يغفر ليك او ما يغفرش ليك، يغفر لك بواسطه الرسول او ما يغفر لكش بواسطه الرسول، يغفر لك بواسطه احد الاصفياء والاولياء والشهداء ايوه، او ما يغفر لكش. ادي الموضوع. انما ما هياش بقى من قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، ده كلام فارغ. بس يا سيدي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طب اللي هو المؤمن يشفع لسبعين من اهله والحاجات دي وكلام من ده، ولا برضه لازم باراده الله والاعمال اللي اهم حاجه؟ طب ايه محكمه بتقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى؟ ما هو وضع طبيعي ان انا عايز اشفع لابني. بس خلي بالك بقى، هنا عايزين فائده نقولها يا استاذ سامح، مهمه قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على المجرم بيقول ايه؟ يود المجرم يومئذ ان يود المجرم ان يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يعني خد ولادي بس ما تعذبنيش، خد ولادي عذبهم بس ما تعذبنيش. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته واخيه واخوه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. اخي بال سنتك، طب ما قالش ليه ابويا وامي، خد ابويا وامي يعذبهم يا ربي؟ لانه عارف انه ربنا سبحانه وتعالى لو هو قال كده ده هيغضب الله زياده. وعشان كده ربنا قال وبالوالدين احسانا. اذا اللي عايز يخش الجنه يعمل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان ما حدش يفتكر ان انا بكره الاحاديث ولا حاجه. هما جنتك ونارك، احسن لابويك فهما جنتك ونارك، ده في الدنيا. فاحسن لك عشان تكسب حسنات تستغل فتره وجودهم معاك في حياتك وهم عايشين قبل ما يموتوا، لان بعد ما يموتوا خلاص. يبقى اذا احنا لازم نفهم ان كل شيء بميزان، ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. انما ما هماش مساله جهجهوني كده واللي يقول لا اله الا الله واللي مش عارف اي حد هيشفع له وكلام الفر، صاحبي يشفع لي، حبيبتي تشفع لي، امي تشفع لي، ابويا يشفع لي، مش هيشفع لك، لانه لا يشفعون الا لمن ارتضى. شكرا. شكرا سياده المستشار. يبقى احنا كده بنلخص الكلام بتاع الحلقه دي، ان هو دخول الجنه بالعمل الصالح، سواء كان هذا العمل الصالح ليهودي او مسيحي او مسلم،
وفكرة بقى ان شعب الله المختار او كنتم خير امة اخرجت للناس لازم تقرن بالتقوى وبالعمل الصالح. بدون ذلك من يعمل يعني صالحا لنفسه، انما اللي هيعمل اخطاء فسيدخل الجنة، سيدخل النار سواء كان يهوديا او مسيحيا او مسلما. شكرا سيادة المستشار، شكرا السادة المتابعين.